هنا جبنا تربة طينية فقط، يعني ما معهاش نوع ديال التربة آخر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. مرحبا بكم أعزائي الكرام، فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو غادي ندير معكم الحصة الرابعة، أنواع التربة وخاصياتها دائما في الوحدة الثانية، وحدة التربة، من كتاب منهل النشاط العلمي. إذا الهدف من هذا الدرس هو مقارنة أنواع التربة من خلال نفاذية الماء واستنتاج مميزات التربة الصالحة للزراعة. إذا أولا كما العادة نبدأ بدراسة الصورة ونص الانطلاق. إذا الصورة توضح تربة رملية. إذا خلال رحلة إلى الجنوب، جنوب المغرب، لاحظ سعيد أن النباتات التي تنمو فوق التربة الرملية تكون قليلة ومتفرقة، وأن الماء ينفذ بسهولة بين مكونات الرمل. إذا سعيد زار الجنوب، جنوب المغرب، فرأى ولاحظ أن النباتات التي تنمو فوق التربة الرملية تكون قليلة، يعني لاحظ بأنه الأراضي كلها رملية وأن النباتات اللي كتنمو عليها قليلة جدا، داكوغ، قليل باش يشوف شي شجرة ولا شي نبات، ومتفرقة كذلك، يعني متفرقة، ممكن تلقى هنايا شجرة وتمشي أكثر من 50 متر 100 متر عاد تلقى شجرة واحدة أخرى، وأن الماء ينفذ بسهولة بين مكونات الرمل. جاب مثلا واحد القرعة ديال الماء وكبها قدام داك الشجرة وبلو بأنه الماء دغيا كيهود، دغيا كيهبط، يعني هاد التربة الرملية دغيا كتنفذ داك الماء. داكوغ، إذا في نظركم شنو هو السؤال التقصي اللي ممكن نقترحوه هنايا؟ سؤال تقصي، بماذا تتميز، ماذا تتميز التربة الصالحة للزراعة؟ وما الفرق بينها من حيث النفاذية؟ ما الفرق بينها من حيث النفاذية؟ يعني باش كتميز التربة الصالحة للزراعة، وشنو الفرق ما بين أنواع التربة الصالحة للزراعة من حيث النفاذية، نفاذية الماء؟ شكون التربة اللي كتنفذ الماء بزاف؟ واش التربة الرملية، واش التربة الطينية، ولا التربة مختلطة، إلى غير ذلك، مفهوم؟ إذا ما هي الفرضيات التي يمكن اقتراحها؟ هي أن التربة مثلا الصالحة للزراعة هي التربة ذات نفاذية مثلا متوسطة، التربة الصالحة للزراعة هي التربة الغنية بالمواد العضوية والمعدنية. إذا هادو هما الفرضيات اللي ممكن نقترح. باش نتحققوا من الصحة ديال هاد الفرضيات، أجيو معايا باش نديروا الأنشطة المقترحة في هاد الركن ديال أتحقق. إذا واحد، أنجز المناولة التالية، أصب لترا واحدا من الماء على 3 عينات من تربات مختلفة. دونك شنو درنا؟ هذه هي التجربة أو المناولة، مناولة الكشف عن نفاذية التربة للماء. دونك جبنا هنايا تربة رملية وكبينا فيها لتر من الماء، هنا جبنا تربة طينية فقط، يعني ما معهاش نوع ديال التربة آخر، تربة طينية فقط، هنا تربة رملية فقط، كبينا فيها عاوتاني لتر من الماء، كذلك هنايا تربة مختلطة عاوتاني كبينا فيها لتر من الماء. إذا لاحظوا النفاذية ديال الماء، لاحظوا هنايا من بعد ما كبينا ديك لتر ديال الماء شحال هود في الإناء، هودات 0.9 لتر، يعني فقط هاد التربة الرملية حافظت على ماذا؟ حافظت على 0.1 لتر من الماء، يعني 0.9 لتر ديال الماء هود، يعني نفذ من هاته التربة الرملية. بالنسبة للتربة الطينية نفاذيا نقدر نقولوا منعدمة، يعني 0.1 لتر هي اللي نفدات، يعني بقات في التربة الطينية 0.9 لتر، يعني بقات واحد الكمية كبيرة، تقريبا معظم الماء بقى في التربة الطينية حافظات عليه. بالنسبة للتربة المختلطة، يعني ممكن يكون فيها تربة رملية، تربة طينية، إلى غير ذلك، لاحظوا منين كبينا داك اللتر من الماء شنو بقى هنايا؟ بقات 0.7 لتر، يعني هنايا شحال ديال الماء نفذ إلى الإناء؟ نفذ 0.7 لتر، يعني احتفظت التربة المختلطة ب 0.3 لتر من الماء. إذا جاوبوا على هذه الأسئلة، أحسب كمية الماء التي تم الاحتفاظ بها في كل تربة، التي تم الاحتفاظ بها، لاحظوا، إذا التربة الرملية شحال ديال الماء احتفظت به؟ إذا شحال داز؟ 0.9 لتر، شحال كبينا؟ كبينا لتر واحد، إذا احتفظت على ماذا؟ على 0.1 لتر،
إذا احتفظت على 0.1 لتر. بالنسبة للتربة الطينية شحال نفذ إلى الإناء؟ نفذ فقط 0.1، إذا احتفظت ب 0.9 لتر، فهم 0.9 لتر. بالنسبة للتربة المختلطة نفذ إلى الإناء 0.7 لتر واحتفظت ب 0.3 لتر. أحدد التربة الأكثر نفاذية للماء بوضع علامة في في الخانة المناسبة. الأكثر نفاذية للماء، إذا لاحظ في التربة الرملية نفاذ 0.9 لتر من الماء، التربة الطينية نفاذ فقط 0.1 لتر من الماء، وفي التربة المختلطة نفاذ 0.7 لتر من الماء. إذا التربة الأكثر نفاذية للماء هي التربة الرملية. التربة الرملية. فالسؤال الموالي، أكتب اسم التربة الأكثر جودة للزراعة من حيث نفاذية الماء. فين هي التربة من بين هاد التربات الثلاثة بهم اللي أكثر جودة للزراعة، يعني إلا زرعنا فيها غادي يكون واحد المردود مزيان؟ واش هي التربة الرملية ولا التربة الطينية ولا التربة مختلطة؟ يعني دائما من حيث نفاذية الماء. إذا التربة اللي الأكثر جودة للزراعة هي التربة، واضحة، هي التربة المختلطة. أنا أقول لكم علاش المختلطة، علاش؟ لأنها تحتفظ فقط ب 0.3 لتر من الماء، يعني إلا احتفظت هذه التربة ب 0.3 فقط يعني ما غاديش يأثر ذاك الماء بشكل سلبي على ذاك الزراعة، يعني غادي يكون بالعكس إيجابي لذاك الزراعة وغادي يساهمنا في كون المردود مزيان. فإذا التربة الأكثر جودة للزراعة هي التربة المختلطة. تجربة رقم 2، j'observe le tableau et je le complète par les mots suivants: bon, importante, abondante, nul, faible. دونك هذا الجدول هذا غادي نكملوه بهذه الكلمات هذو، داكوغ؟ دونك سول أرجيلو هي التربة الطينية، التربة الطينية. سول سابلو هي التربة الرملية. سول ميكس هي المختلطة، داكوغ؟ مختلطة. كومباسيتي، كيسكو سا فو دير كومباسيتي؟ كومباسيتي هي داك التماسك، يعني التربة متماسكة. دونك بالنسبة لسول أرجيلو كاين واحد التماسك بالنسبة للسول أرجيلو، بالنسبة للتربة الطينية، يعني متماسكة جدا، فورت. بالنسبة كذلك للتربة المختلطة، دونك فيها داك الكومباكسيون اللي هي موين، يعني غي موسطة، داكوغ؟ بالنسبة للسول سابلو اللي هي التربة الرملية، ما متماسكاش، يعني فابل كومباكسيون، فابل يعني داك التماسك ضعيف جدا. البوغوزيتي هي المسامية، المسام يعني فيها مسام. بالنسبة للتربة الطينية فابل بوروزيتي، بالنسبة للتربة الرملية موين بوروزيتي، وبالنسبة للتربة المختلطة بوروزيتي الفي، داكوغ؟ بالنسبة للبرميابيليتي يعني النفاذية، يعني واش كتنفذ الماء ولا لا، شحال كتنفذ، واش كتنفذ بزاف ولا شوية ولا موين. بالنسبة للتربة الطينية كتنفذ فابل برميابيليتي، داكوغ؟ فابل برميابيليتي هي تربة طينية ما كتنفذش بزاف، يعني كتنفذ غير شوية. بالنسبة للتربة المختلطة موين، هاي نفذات 0.7. وبالنسبة للتربة الرملية كتنفذ بزاف، يعني النفاذية امبورطونت امبورطونت امبورطونت. هنايا لايغاسون ستادير التهوية، التهوية بالنسبة للسول سابلو التربة الرملية بون هوية مزيان، لأن أصلا عندها النفاذية كبيرة بزاف. التهوية بالنسبة للسول أرجيلو اللي هي التربة الطينية كيفاش كتكون؟ كتكون نول. علاش؟ لأنها أصلا المسامية ديالها والنفاذية ديالها ضعيفين بزاف، داكشي علاش التهوية ضعيفة بزاف. بالنسبة للتربة المختلطة بون بالنسبة للتهوية فيها مزيان. الآن ماتيغ أورغانيك، ماتيغ أورغانيك المواد المعدنية. بالنسبة التربة الطينية فابل كونتيتي، سول سابلو التربة الرملية فابل كونتيتي، وبالنسبة للتربة المختلطة شنو؟ أبوندونت أبوندونت
ماتيغ اورغانيك، دونك ماتيغ اورغانيك اللي هي موجوده في هذه التربه المختلطه. فهم اذا هادو هما لي كاركتيرستيك دو تخوا تيب دو سول، المميزات ديال الانواع الثلاثه ديال التربه. نمروا نجاوبوا على هذه الاسئله. جو كومبار لي تخوا تيب دو سول، نقارن هاد الثلاثه ديال الانواع ديال التربه. اي جيكري لو نوم دو سول لو بلو كومباكت، دونك غادي نكتب الاسم ديال التربه اللي عندها الكومباكسيون كبيره بزاف. ها هي الكومباكسيون، فورت فابل مويان. شكون هي اللي عندها فورت؟ دونك هي سول ارجيلو، سول ارجيلو، داكوغ، سول ارجيلو. جو ديتيرمين لو سول لو بلو فافورابل ا لا كولتور، التربه اللي صالحه للزراعه. فين هي التربه اللي صالحه للزراعه؟ هي طبعا سول ميكست، سول ميكست يعني التربة المختلطة. احنا غنعرفو علاش، علاش؟ باسكي، 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 باسكي كوا؟ دونك لو سول اي لا اون كومباكسيون، عندها واحد الكومباكسيون اللي هي موين. شنو عندها اخر؟ بوروزيتي الفي، وعندها بيرميابيليتي موين، وعندها لايغاسيون بون، وعندها كذلك الماتيغ اورغانيك ابوندون. ماتيغ اورغانيك، matière organique abondante، يعني فيها المادة العضوية، والمادة العضوية هي شرط ضروري باش تكون هاد التربة خصبة صالحة للزراعة. نمر الآن إلى الملخص، سنقرأ الملخص. استخلص التربة أنواع، منها التربة الرملية والتربة الطينية والتربة الرملية الطينية المختلطة. إذا عندنا ثلاثة ديال الأنواع ديال التربة، التربة الرملية، التربة الطينية، والتربة المختلطة اللي هي كتكون من الرملة ومن الطين، وهي تختلف في عدة خاصيات منها نفادية الماء. إذا هاد الأنواع ديال التربة بثلاثة بهم كيختلفوا من حيث النفادية، كيختلفوا في بزاف الحاجات، ولكن بالضبط كيختلفوا في النفادية ديال الماء. داكوغ. تتميز التربة الصالحة للزراعة بعدة خاصيات، منها المسامية الجيدة اللي هي البوروزيتي، والنفادية المتوسطة بيرميابيليتي اللي هي موين، هي متوسطة، والتهوية الجيدة اي غاسيون بون، والتوفر على نسبة كبيرة من المواد العضوية اي ماتيغ اورغانيك، توفر على نسبة كبيرة من المواد العضوية. اذا هي التربة المختلطة هي التربة الصالحة للزراعة. parmi les types de sol on trouve le sol sableux، دونك عندنا بزاف ديال لي تيب دو سول. سول سابلو هي التربة الرملية، سول ارجيلو التربة الطينية، سول ميكست التربة المختلطة ارجيلو سابلو يعني رملية طينية. Ces sols diffèrent par plusieurs caractéristiques dans la perméabilité à l'eau. Donc هاد الأنواع ديال التربة كيختلفوا بزاف، خصوصا من حيث نفادية الماء. Le sol favorable à la culture est caractérisé par une meilleure porosité, une perméabilité moyenne, une bonne aération et une quantité importante de matière organique. D'accord. الآن غادي نمرو للطبق. السؤال الأول، أضع علامات في خانة مميزات التربة الصالحة للزراعة. دونك قلنا التربة الصالحة للزراعة عندها مسامية جيدة، ها هي، نفادية ضعيفة، جواب خطأ، كثرة المواد العضوية، نعم نقصها مواد عضوية، تهوية جيدة، كذلك جواب صحيح، كثرة العناصر الطينية، لا ما خصهاش تكون فيها عناصر طينية كثير. نمرو الكيسيون 2، جونتور دانتري لي كوز كي فون دو سول ارجيلو ان سول ديفافورابل ا لا كولتور بارمي سو كي سوي. دونك غادي نسطر بخط على ماذا؟ على الاسباب اللي خلاو او اللي كيخليو التربة الطينية هي واحد التربة غير صالحة للزراعة، يعني ديفافورابل ان سول ديفافورابل ا لا كولتور. دونك شنو كيخليها غير صالحه للزراعه؟ كومباكسيون فورت، داك تماسك بشكل كبير جدا، بون ايغاسيون، هو اصلا خصها تكون فيها بون ايغاسيون كما التربه المختلطه، عندها فابل بيرميابيليتي، ها هي الى رجعتي لهذا الجدول غادي تلقاها، سول ارجيلو شنو عندنا؟ فابل بيرميابيليتي، ها هي، دونك هذه
واحد الحاجه اخرى اللي ما كتخليهاش تكون واحد لو سول اللي هو فافورابل على كولتور. ماتيير اورغانيك اباندون، هي ما فيهاش الماتيير اورغانيك اباندون، دونك فيها لي بور داكور، لي بور بون نومبر. دونك هادو من الحويجات اللي كيخليو هاد التربه الطينيه ما غتكونش تربه صالحه للزراعه. فهم؟ اذا هذا الشيء اللي كان عندي في هذا الفيديو. اذا ترقبوا الحصه الخامسه من وحده التربه، دائما في مرجع منهل النشاط العلمي المستوى الخامس ابتدائي. كان معكم الاستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.